الإعلام والميديا كلها دلوقتي ما بتتكلمش غير عن مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة الجاية إن شاء الله. طبعا في هبد ورزع كتير في معظم القنوات عن المباراة وأحداثها، لكن خلينا نتكلم عن كام تصريح فيهم. خلينا نبتدي مع مصطفى فتحي اللي جمهور الزمالك هيج عليه دلوقتي وبيهاجمه وبيشتمه عشان لما اتسأل عن مباراة السوبر قال ماليش دعوة. متوقع الأهلي والزمالك الماتش الجاي كده؟ أنا عارف موضوع الزمالك خلاص. حقيقي انا مش قادر افهم هو جمهور الزمالك زعلان وبيهاجم مصطفى ليه؟ الراجل لاعب في نادي بيراميدز وانت مش مستضيفه في استوديو تحليلي ولا عامل معاه لقاء في الملعب، ده في مناسبه خاصه واقف بيتصور مع مراته، ويجي واحد يساله سؤال زي ده انت بقى مستني منه يرد يقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله الزمالك يكسب السوبر واللي يجيب الاجوان باسم مرسي وحماده طلبه. لو اخدت بالك من تعبيرات وش مصطفى فتحي واضح من السؤال، عشان كده رد عليه بنفس الاسلوب، بس لو فكرت بالعقل والمنطق هتلاقي ان رده صح عشان هو فعلا مش موضوعه، بس اوقات كتير العاطفة عند الناس بتغلب العقل والمنطق. تاني تصريح معانا من احمد توتا لما حمادة عمل معاه مداخلة بيسأله عن مباراة السوبر. كيف ترى مباراة السوبر ما بين الاهلي والزمالك؟ اعتقد المباراة هتنتهي قبل ما الاهلي يبتدي يدخل الجيم نفسه، هتنتهي من بدري قبل المباراة ما تبتدي. تنتهي لصالح الاهلي قبل ما الجيم يبتدي؟ الاهلي طبعا طبعا، اعتقد ده مستوى ما يخليش الزمالك حتى يجيب كرة في العرض الماتش الجاي، مش بس يسجل هدف، انه ما يجيبش حتى كرة في العرض. بنجيبش فرصه في العارضه، انما لو باللعيبه اللي شاركت في المباراتين اللي فاتوا مع الزمالك دول اعتقد الاهلي الزمالك مش محتاج انه يسافر السعوديه عشان خاطر المباراه، مش محتاج يسافر السعوديه يعني بالتالي تقدر تحط النسب. الوحيد اللي مبسوط في ده هو جمهور الاهلي، يعني جمهور الاهلي هو المبسوط، الوحيد المبسوط بأداء الزمالك. لكن اقدر اقول لك الاهلي هي نسب المكسب 90%. 90%؟ الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي؟ للناس اللي ما تعرفش احمد توتا، هو كان اهم ما يميزه كمهاجم ان كبيره، فكان بيصدرها للمدافع ويستلم الكوره، وطبعا عشان كانت كبيره فالمدافع ما بيعرفش يوصل للكوره فكان بيلف ويشوط. لما اعتزل وقعد في البيت نتيجه ان هو مفيش ولا فكر ولا ثقافه ولا قبول ولا كاريزما، عشان كده محدش كان بيستضيفه ولا بيعبره، فقرر انه زي ما كان بيستخدم في اللعب قال يستخدمها في التصريحات، يمكن تعمل ترند وحد يجيبه في حلقه وياكل عيش. زي ما طلع قبل كده وفضل يهاجم مصطفى محمد ويقول لك لعيب تعبان وما يصلحش يبقى مهاجم، وحاليا مصطفى محترف في الدوري الفرنسي ومهاجم منتخب مصر الاول، وطبعا احمد توتا رجع دخل الجحر بتاعه تاني. دلوقتي طلع تاني من الجحر وبيقول لك الاهلي هيكسب الزمالك بنسبة 90% والزمالك احسن له ما يروحش السعودية. طبعا هو قال التصريح ده على امل ان الزرطة يبقى صوتها عالي وتوصل وتسمع ويجيله دعوة لحضور الماتش، او على الاقل تقدير حد يجيبه في حلقة وهو برضه ياكل عيش قبل ما يرجع الجحر تاني. وعلى فكرة القصة ملهاش علاقة باهلي او زمالك، عشان عمرك ما كنت هتسمع تصريح زي ده من عماد متعب مثلا اللي هو احسن مهاجم في مصر وافريقيا في وقته، عشان عماد بني ادم محترم وواثق في نفسه وعارف امكانياته حتى بعد ما اعتزل، عشان كده احمد توتا وفي زيه كتير مش فارق عندهم ان هو يقل من نفسه او من حد تاني او يعمل احتقان او تعصب بين الناس عشان مصلحته الشخصية والترند. المحترم سواء كان اهلاوي او زملكاوي الناس بتقدره وتحترمه وتشيله فوق راسها، والتافه الناس بتهينه ومع الوقت بيتنسي.